انخفضت أعداد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم عبر معبر رفح البري، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 50 شاحنة محملة بمعونات متنوعة إلى المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى 9 شاحنات فقط من المحروقات. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات من خلال رفضها للعبور إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التعنت والتعسف ضد المساعدات. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، نقف معكم الآن من أمام معبر رفح البري، بوابة سكان قطاع غزة إلى الحياة، وذلك من خلال إنفاذ العديد من الشاحنات المصرية المتجهة إلى السكان والنازحين في قطاع غزة. اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقليص أعداد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم بنسبة 10%. نتحدث اليوم عن حوالي 50 شاحنة فقط من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية ودوائية، هذا بالإضافة إلى حوالي 9 شاحنات من الشاحنات التي تحمل محروقات ومنها للسولار والغاز والبنزين. إذن نحن أمام تناقص لأعداد الشاحنات والمساعدات والمعونات التي من المفترض أن تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب التعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمارس أقصى درجات العنف ضد هذه المساعدات من خلال وضع العراقيل والتحكم والرفض المستمر دون مبرر. أيضا على صعيد العمليات العسكرية، لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضرباتها الجوية في مناطق مختلفة من الناحية الأخرى من معبر رفح، ودائما نسمع دوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الشرقية والغربية من مدينة رفح الفلسطينية، وفيها تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين الذين جاءوا من شمال ووسط قطاع غزة هربا من الحرب الإسرائيلية. هذا هو المشهد مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.